ايه رأيكم في المكرونة التحفة الجميلة دي؟ دي بقى المكرونة اللي قلب الفيس، مكرونة ال10 دقايق. بصراحة ليهم حق يقلبوا عليها الفيس لأنها ما بتاخدش مننا وقت، وجميلة وطعمها خطير ومفيدة كمان، كلها خضار. يلا بينا ادخلوا الفيديو شوفوا المكرونة الجميلة اللذيذة اللي ما خدتش مننا وقت دي اتعملت ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل في الجو الحر ده وصفة مع بعض جميلة جميلة جميلة، لذيذة قوي، سهلة قوي، وقلب الفيس كله، اللي هي مكرونة ال10 دقايق. فعلا بتاخد مش اقل من 10 دقايق كمان بعد تحضيراتها. طبعا مكرونة جميلة طعمها لذيذ وسريعة، وطبعا ايه مليانة عندي كمان خضار. طب نشوف بقى المكرونة اللي قلب الفيس دي، مكوناتها كمان بسيطة خالص موجودة عندنا. نشوف كده، بسم الله. اول حاجة كده عندي طبق الخضار ده، كده عندي هنا فلفل الوان حسب بقى الفلفل اللي عندك. انا عندي هنا كان عندي فلفل احمر واخضر، لو اصفر كمان يبقى تمام قوي، اي نوع فلفل عندك. طبعا كل ما زودنا في الوان الفلفل بناخد شكل افضل وبناخد كمان ايه فايدة افضل. انا عندي هنا الاحمر والاخضر بس، لو عندك اصفر يبقى ايه جميل قوي. عندي هنا زي ما قلنا الفلفل وقطعناه كده زي ما شايفينه، عندنا هنا طماطم متقطعه، عندنا بصل متقطع، عندنا طبعا المكرونه اي نوع طبعا انتوا تفضلوه واي شكل، يعني اي نوع واي شكل. عايزين تجيبوا اللي هي دي، عايزين تجيبوا اللي هي القواقع، عايزين تجيبوا النجوم، اللي يعجبكم. عندي هنا كمان معلقه صلصه، هاخد معلقه صلصه. وعندي بقى هنا البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وفلفل اسمر، وطبعا هيبقى موجود معايا كمان المادة الدهنية بتاعتي اللي هي الزيت. مكرونة زي ما انتم شايفين مكوناتها سهلة قوي، وطريقتها كمان واحنا بنعملها اسهل ما يمكن. هنا بقى كده نبتدي كده، بسم الله. اول حاجة هجيب الحلة بتاعتي وهحط فيها المادة الدهنية بتاعتي الزيت، وهستنى انها ايه تسخن شوية، يسخن بس شوية، وبعد كده هنزل بالمكرونه بتاعتي. هقلب. انا هنا مش ان انا بحمرها، لا، انا عايزه المكرونه تتشمع شويه بالماده الدهنيه دي عشان ما تلزقش مني في الحله وانا بسويها. يبقى زي ما اتفقنا احنا هنا مش هنحمرها، احنا هنا ايه هنشمعها شويه بالماده الدهنيه. وقلب كده، حاجه بسيطه بس كده اشوف بيها ان ايه المكرونه بتاعتي سخنت شويه في الايه في الماده الدهنيه اللي انا حاطاها كده. تمام، عشان زي ما قلت لكم ان احنا ايه مش هنحمر في الوقت بقى ده. كده هجيب على جنب كده، انزل بالخضار بتاعي واحده واحده. هنا كده البصل اهو على جنب كده، هنا ماشي، هنا الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، هنا جنب كده ماشي، شايفين الشكل بقى العام. واخيرا الطماطم هنا، هنا كده. بس انا كده كده في النص اضيف معلقه الصلصه بتاعتي، وسعت كده مكان في النص عشان اضيف معلقه الصلصه بتاعتي، اهي احطها كده، اهي معلقه الصلصه بتاعتي. كده خلاص حطيت معلقه الصلصه، هنزل بقى بالبهارات بتاعتي كلها كده. وهاجي بقى اهم خطوه، ان انا اكون في الوقت ده محضره ميه مغليه كده، اروح نازله بقى بالميه بتاعتي المغليه. اهم حاجه لازم الميه تبقى مغليه، اهي كده نزلت بالميه. اهم حاجه زي ما اتفقنا ان الميه بتاعتي لازم تبقى مغليه، ميه سخنه كده اهو. هغطيها بقى، غطيها بالميه الاول. تمام، تتغطى بس كده بس، وهظبط الملح بتاعي
وهغطيها كده خلاص. وظبطت كمان الملح، هسيبها بقى هغطيها واسيبها تاخد لها غلوتين ونرجع لها تاني. هنا كده اخدت لها غلوتين اهي زي ما احنا شايفين. لو اقول لكم لو انتوا واقفين معايا وشامين الريحه تغني عن اكل المكرونه كمان بصراحه، جميله ريحه الخضار كلها طالعه مع ريحه المكرونه فظيعه. كده انا بقى ههدي بقى عليها النار واسيبها لغايه ما تستوي مع نفسها. احنا كده خلاص خليناها اخدت غلوتين، نهدي بقى عليها النار ونسيبها تستوي شويه مع نفسها زي ايه 10 دقائق كده بس. ندخل برده كل شويه كده نقلب فيها. شايفين كده الجمال، كده عدى زي 10 دقائق بس لسه برده لسه فاضل لها زي دقيقه تاني كده بس. شايفين الجمال، مش عارفه اوصف لكم بصراحه ريحتها، نفسي تبقوا معايا شامين ريحتها كده بقى. ها عفوا هنسيبها كده زي دقيقه تاني، هي محتاجه زي دقيقه تاني بس كده. شايفين الجمال كده، هي خلاص اهي شايفين جميله ازاي ومش معجنه ببعضيها ومستويه طبعا وريحتها خطيره وطعمها كمان اجمل كده بقى. خلاص احنا ايه نطفي عليها كده، تمام نطفي عليها بقى ونغرفها. ده كده بقى الشكل النهائي للمكرونه التحفه 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 اللي عملناها. بصوا ما اقولكوش على ريحتها، انا مستنيه ان انا اخلص تصوير انا وساجده عشان نلتهمها ريحه طعم الجوسي الصوص بتاعها كمان كده تحفه بصراحه، وتتاكل طبعا وهي سخنه كده. مكرونه ما خدتش مننا حاجه خالص، انا يا دوبك عبال ما بدردش معاكم وكانت هي خلاص استوت. حاجاتها طبعا متوفره معانا في اي بيت ولذيذه بصراحه، ليهم حق فعلا على الفيس يكونوا قلبين الدنيا عليها. مكرونه العشر دقايق اللذيذه السهله الجميله، اتمنى ان انتوا تجربوها جميله جدا. وهي مش محتاجه تعملوا معاها حاجه، او عايزين تعملوا معاها حاجه هيبقى معاها مثلا بانيه كنتاكي بس، هي بصراحه هي تحفه، هي مش عايزه حاجه تاني. عايزه اخلص بقى تصوير والتهمها. اتمنى تعجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه اللي لسه ما اشتركش فيها. واسيبكم في حفظ الله.